خلينا بس نقف عن كام نقطة يا كريم، لأن تاني هرجع أقول امبارح لما كنا بنتكلم وقبل مباراة بيراميدز والسيراميكا كان في زي استطلاع رأي كده، معظم الناس قالت لك أو سألوا يعني أنتوا عايزين يتم حسم الدوري يعني في وقت المباراة مع طبعا فوز سيراميكا أو التعادل، ولا أنتوا حابين يبقى يوم الخميس؟ عايز أقول لك بنسبة 80% كانوا يقول لك لا أنا مش عايز يتم الحسم، عايزين يتم الحسم يوم الخميس عشان دي مباراة القمة ويبقى ليها طعم تاني، ولما تفوز على غريمك التقليدي زي ما بيتقال عليه أو على الزمالك بيبقى ليها طعم تاني. فأنا كنت من الناس دي بالمناسبة، أنا كنت متشجعة جدا، كنت متحمسة جدا أحضر المباراة كمان في الاستاد، بس بصراحة حاليا ممكن أغير رأيي. وحياتك وبصي مع انطلاق صفارة البداية في الماتش ده برضو ولا كأن الدوري اتحسب، ولا هتلاقي الناس قاعدة عادي جدا ومتربصة أنا ومتحفزة. أنا بتفق معاك طبعا، دايما بيبقى ليها خصوصية خاصة طبعًا المباراة دي طبعًا. أكيد مباراة القمة مهما كان، بس على كل حال مبروك علينا جميعا. كانت فكرة إن أنت بتتكلم عن ليلة عودة الدوري مرة تانية البيت وبعد مباريات كمان كانت حاسمة، تقدر تقول إن الأهلي خلاص كده احنا بنتكلم انه رسميا بطل الدوري المصري موسم 22-23 للمره كام؟ للمره 43، الدوري في الجزيره. وكمان بناكد ان اكيد فرحتنا بتكمل بعد عامين زي ما انت كنت بتقول بره مكانه بره بيته. كان امبارح معظم برده او بعض الاعلاميين الزملاء يعني كان طالعين بيعلقوا على فوز الاهلي بالدوري السنه او المره 43، بيقول لك طب هو الاهلي المفروض كده بقى يعملوا مزار سياحي او يعملوا متحف. انا بقول لحضراتكم اللي بيتقال مش طالعين احنا نهزر يعني او نقول كلام يعني خلينا نقول نستفز بيه احد، لا احنا بنقول كلام او بننقل كلام لحضراتكم من زملاء لا ينتموا بالمناسبه للنادي الاهلي. هم كانوا بيتكلموا من وجهه نظرهم انك ايه كم البطولات اللي عند النادي الاهلي ده، طب ما يعملوا مزار سياحي. بس هي فكرة حلوه، هو مزار بالفعل على فكره، هي فكره حلوه على فكره. احنا مش حط رجله في اهلي الجزيره غير لما كان حريص انه يتصور مع دولاب البطولات. يا كريم في ناس بتيجي من دول عربيه وانا اعرف يعني ناس كتيره جدا اصدقاء لينا واهالينا وغيره وغيره وغيره، يقول لك انا لما باجي ازور مصر من الحاجات المزارات ان انا عايز اروح النادي الاهلي عشان اتصور مع دولاب البطولات. انا مش ببالغ والله العظيم، الكلام ده حقيقي. ناس كتيره جدا من الزياره بتاعتهم لمصر للقاهره ان هم يروحوا النادي الاهلي عشان يتصوروا مع دولاب بطولات النادي الاهلي. فحقيقي نقدر نقول كل الشكر للفريق، لاعبين وجهاز فني وجهاز اداري وطبي ومجلس اداره، واكيد كل الشكر لكابتن محمود الخطيب على هذه المنظومه. كل الشكر بقى في الاول قبل كل ده للجمهور العظيم جدا، الجمهور المحترم اللي دايما واقف سند واقف دعم للفريق في الحلو وفي المره. زي ما بيتقال احنا قضينا موسمين ليسوا الافضل تماما، لكن ما شفتش انت حد قال لك انا خلاص فقدت الامل. لا الفريق ده ما بعدش ينفع واي نقد لازم، ما كناش بنشوف الكلام ده ابدا، بالعكس كانوا دايما بنقول معلش اللي جاي هيبقى احسن، وكان في ثقه دايما بيتم تصديرها للعيبه وللفريق. فيعني حاجه اعتقد محترمه، وانا بشوف ان الموسم ده موسم للتاريخ طبعا. انا طبعا بشوف ان ده ليه نكهه خاصه، ال 43 حقيقي ليها نكهه ثانيه خالص. وعايز اقول لك انا امبارح دخلت نمت بدري، فانا داخله نايم صاحيه لقيت الاهلي بطل الدوري. فشوف قد ايه انت حتى وانت نايم الاهلي بيفرحك، انت متخيل باي شكل؟ فلا يعني حاجه محترمه، مبروك علينا. وانت بتتكلم محليا وافريقيا محقق تقريبا كل البطولات، يعني كولر لو هتكلم عن هذا الرجل تحديدا اللي بيضيف هنا اللقب الخامس في اول سنه تدريب ليه مع الفريق، يعني بتتكلم سوبر مصري وكاس مصري ودوري ابطال افريقيا والدوري الممتاز، يعني انت بتحسم القاب كتيره جدا ولقب الدوري من 29 مباراه فقط يعني من عمر المسابقه. فانا بشوف ان ده انجاز كبير جدا طبعا. معاك مدير فني مخضرم زي ما بيتقال، فعلا قدر ان هو يشتغل على الجزء الفني وكمان الشق البدني والشق النفسي. فيعني بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، واحنا كده ماشيين في طريق سليم جدا. وزي ما انت قلت برضو اكيد رغم كل ده ورغم حسم الدوري انت برضو منتظر المباراه يوم الخميس، ومنتظر اكيد الفوز من الفريق لان برضو بيكون ليها نكهه تانية، ما فيش حد اختلف على دي.